صينية كفتة السمك، ما في أروع من هيك. مشوية بالفرن، نص كيلو سمك. أنا جبت سمك سردين، ممكن تجيبوا أي نوع سمك مناسب لإلكم، ممكن فلي أو أي نوع. نوضع نص كيلو سمك، نحضر الطعام وبنوضع معلقتين سميد ناعم، وهيك طحناهم وهيك طحناهم على الخفيف. نجيب قليل من الثوم وقليل من الشبت والبصل الناعم والفلفل البارد أو الحار. توابل السمك، أي نوع توابل أنتم بتحبوه. أنا جبت بابريكا وفلفل أسود وملح وكزبرة وكمون. انتو وضعوا البهارات او التوابل المناسبة لإلكم. نعملهم كور او اصابع وبنوضع بينتهم الخضار، وبنوضع البصل من الاعلى، وبنوضع معلقتين معجون طماطم مع عصير ليمون، وهيك بنوضعهم من الاعلى وندخلهم الفرن نشويهم. هيك اصبحوا جاهزين. عندي اكثر من 600 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.